فيسبوك يضحي ب100 ألف متابع ويحذف الصفحة العربية لخامنئي. ذكرت وكالة أنباء تسنيم الناطقة بالفرنسية أن موقع فيسبوك حذف اليوم الجمعة الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي بالكامل. وأضافت الوكالة أن فيسبوك ومنذ فترة كان فرض قيود على صفحة المرشد علي خامنئي بسبب خرق قوانين الاستخدام. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن صفحة المرشد الإيراني باللغة العربية كان لها أكثر من 100 ألف متابع. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض قيود على صفحات المرشد والمسؤولين الإيرانيين أو حذفها في بلد لا يسمح للمواطنين أن يفتحوا صفحات خاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو الوصول إلى تطبيقات المراسلة العالمية. وسبق أن تم حذف صفحات المرشد إير خامنئي ومسؤولين آخرين من على الإنستغرام وتويتر أيضا.